بداية أستاذ أحمد، ما الذي جرى اليوم في المسجد الأقصى تزامنا مع رأس السنة العبرية؟ أخي الكريم، ما جرى اليوم هو امتدادا لما كان يجري عبر الأعوام وخاصة هذا العام باقتحامات يومية للمسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال. ولكن هذا اليوم أتى تتويجا أيضا لما حدث في مسيرة الأعلام وفي ما يسمى إحياء ذكرى خراب الهيكل، حينما يرفع الأعلام الإسرائيلية بطريقة استفزازية ويقومون بالصلوات التلمودية والانبطاح الملحمي. ومؤخرا قبل يومين في يوم الجمعة تحديدا هنالك دعوات للنفخ بالبوق، وفعلا من خلف المسجد الأقصى المبارك باتجاه باب الرحمة ومقبرة الرحمة قاموا بالنفخ بالبوق بطريقة استفزازية. ومن يؤثر لذلك هي المحاكم الاحتلال التي تتيح لهم الاقتحام والسيطرة على الحيز بالقوة والنفخ في البوق والقيام بكل ما هو مستفز للمسلمين، وأيضا كنيسة ما يسمى كنيسة الاحتلال. كل هذا المشهد لإرضاء اليمين المتطرف في صندوق الانتخابات على حساب الدم الفلسطيني وعلى حساب إشعال حرب دينية في المسجد الأقصى المبارك. اليوم تحديدا عديد من المجموعات، أكثر من 4 مجموعات صباحا فضلا عن مجموعات ما بعد الظهر، اقتحمت المسجد الأقصى المبارك بحماية واضحة وكثافة عددية لقوات الاحتلال على رأس مخابرات الاحتلال والشرطة والقوات الخاصة الذين اعتدوا بالضرب المبرع على المقدسين، على المرابطين والمرابطات، والذين حاصروا المرابطين في المسجد القبلي وحاصروا المرابطات في ساحات المسجد القبلي حتى لا يرسلوا رسالة واضحة بأنهم يرفضون هذا الاقتحام عنوة وبقوة السلاح. ظل أن الاحتلال يحاول أن يصور بأن هذه الاقتحامات هي عبارة عن زيارات ويعني زيارات سياحية مثل ما يحدث في الوفود الأجنبية، إلا أن واقع الحال يقول أنها اقتحامات بالقوة والهيمنة على الحيز طريقة بشعة ومعسكرة للمكان بالاعتداء وسحل المقدسين واعتقال البعض، وحتى يعني الاعتداء على مسن الذين ألقوه بالأرض وأصيب برأسه ونزف الدم من رأسه. الأمر خطير أخي الكريم، كل تجاوزات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك في ظل حمى الأعياد اليهودية والعبرية وفي ظل حمى الانتخابات أخي الكريم. طيب